أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. استمر الشقاق، وعظها، هجرها في المضجع، ضربها، ما ازدادت إلا إصرارا على النشوز وترك الطاعة. هنا قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما ينبغي أن يبعث حكم من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لما قال حكما عرفنا أن هذا الحكم عنده علم وعنده فهم، ويعرف الزوج ويعرف الزوجة، لأنه لو لم يكن كذلك ما سمي حكما. كان قال الله: فابعثوا رجلا من أهله ورجلا من أهلها. لماذا يقول حكم؟ عنده حكمة وعنده علم وعنده معرفة بالزوجين ومعرفة بأصول التفريق وأصول الجمع، وهل يمكن الجمع في هذه الحالة أو التفريق. قال: إن يريد إصلاحا. ولما قال أيضا حكما دل ذلك على أن حكمه نافذ وأنه لا يحتاج إلى قضاء القاضي، لا في الجمع ولا في التفريق. يعني لو اجتمع الحكمان ودرسوا المشكلة تماما من كل أوجهها ورأوا أن أفضل شيء بالنسبة لهذين الزوجين أن يفرق بينهما ففرقا، ينفذ تفريقهما؟ ينفذ، لأن الله سماهما إيش؟ حكمين، ولم يسمهما رجلين، فدل على أن حكمهما نافذ، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم. قال: إن يريد إصلاحا، إن أراد الإصلاح وسعى إليه بقصد وجهد فإن الله عز وجل يوفق بينهما. والتوفيق قد يكون بالجمع وقد يكون بالتفريق، ولكن أن يصل إلى الحل المناسب. إن الله كان إيش؟ عليا كبيرا ولا غفورا رحيما؟ لا هذه ولا هذه، عليما خبيرا، يعلم الأسباب التي تصلح بها الأحوال فيشرع لكم ما يناسبها. ولذلك قال: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذا يناسبه علم الله وخبرته، والخبرة معناها الدقة في معرفة الأمور، ولذلك يقال فلان خبير بمعنى يعرف الأشياء الدقيقة، وهذا شيء دقيق من دقائق الحياة الزوجية وما يصلحها. قال الله عز وجل: واعبدوا الله، هذه آية الحقوق العشرة، ذكر الله فيها عشرة حقوق. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أول حق، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. وقول شيئا نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، فتعم كل شيء، يعني فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله لا شركا خفيا ولا جليا، لا صغيرا ولا كبيرا، كل الشرك محرم، بل هو من أكبر الكبائر. قال: وبالوالدين إحسانا، لم يقل وبالوالدين يعني عناية، إحسانا، أمر بالإحسان مع الوالدين. لماذا؟ لأن الحق الذي للوالدين ليس، يعني لا يمكن للإنسان أن يقوم به، فأفضل شيء توصله إلى الوالدين أن تحسن في حقهما. قال: وبالوالدين إحسانا. لاحظوا أن الله أمرنا بالإحسان وما نهانا عن العقوق وحده. لو نهانا عن العقوق فقلت أنا لم
أصنع لوالدي سوءا هل تنجو من العذاب يوم القيامة؟ ما تنجو. لماذا؟ لأن الله أمرك بإيش؟ بالإحسان. والأمر بالإحسان يعني أنك ما تسيء إليهما ولا تتركهما من غير إحسان. يعني لو تركتهما من غير إحسان كنت مسيئا ومذنبا ومحاسبا عند الله عز وجل، وبالوالدين إحسانا. الثالث، وبذي القربى قرابتك وهم كل أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك، ها، وأبناؤك وأبناء وأبنائك، وكل هؤلاء يسمون قرابة، أيضا يجب لهم الإحسان والقيام بهذا الحق وهو حق القرابة. واليتامى، اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ. والمساكين، المسكين هو من لا يجد كفايته، سواء كان فقيرا وهو أشد من المسكين أو مسكينا وهو الذي لا يجد كفايته، وسمي مسكينا لما يكون في قلبه وعلى وجهه من المسكنة والذل بسبب قلة ذات يده. والجاري ذي القربى يعني الجار الذي من قرابتك، والجاري الجنب يعني الجار الذي ليس من أقاربك، جنب يعني بعيد. قال فبصرت به عن جنب يعني عن بعد. ولذلك بعض الناس يزعل من كلمة فلان أجنبي وما فيها زعل، أجنبي يعني بعيد، هذا المقصود. فابن عمي، ابن عم المرأة أجنبي عنها، ولذلك يحل له أن يتزوجها، لكن أخوها ليس أجنبيا عنها. واضح هذا المعنى؟ ابن العم أجنبي. طيب، قال والصاحب بالجنب، من هو الصاحب بالجنب؟ كل من كانت بينك وبينه صحبة في عمل، في سفر، في حضر، حتى ليركب معك في الطيارة لمدة ساعة، ترى له عليك حق. لو قالك يا أخي لو سمحت أنا رايح دورة المياه امسك متاعي، يجب تمسك متاعه ولا ما يجب؟ يجب عليك، حق من الله مو منك. اسمعوا هذه وانتبهوا لها. كذلك في العمل، زملائك في العمل هؤلاء كلهم من الصاحب بالجنب. ويدخل فيه من؟ الزوجة، هي صاحب بالجنب، بل هي أولى الأصحاب بالجنب، لأنها تدوم وتطول عشرتها لك وصحبتها لك. قال وابن السبيل هو المسافر المنقطع، سمي ابنا للطريق لملازمته للطريق. وما ملكت أيمانكم يعني عبيدكم سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ويدخل فيه أيضا ما ملكه الإنسان من البهائم يجب عليه أن يحسن إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من هو المختال ومن هو الفخور؟ المختال الذي يختال بفعله، يتبختر بفعله وهيئته وشكله ومشيته، والفخور الذي يفتخر على الناس بلسانه. ثم فسره فقال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذه يظهر أنها في اليهود ومن سار على شاكلتهم، فإنهم أهل بخل، ها؟ وهو مفسر لقوله لا يحب من كان مختالا فخورا. من هم المختالين الفخورين؟ قسمان. القسم الأول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهم يبخلون ولا يكتفون بذلك، بل يأمرون الناس بالبخل. إذا أراد أحد تصدق يقول له انتبه، ترى هذه أشياء ما تدري ايش يصير وراها، وترى هذه أشياء الله أعلم بحالها، وترى الناس ترى ضعفت أمانتهم، إنسان عندك شيف على أولادك ترى أولادك أحق من غيرهم، وما يزال بك يبخلك حتى تبخل وتمسك المال بيدك فيذهب منك، تموت وتتركه لمن لا يحمدك. ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمون ما عندهم من أموال فلا يصرحون بها. ها كيفك يا فلان؟ بشر أمورك زينة؟ يقول أنا مسكين يا أخي، والله أني مليع وإني في عذاب وشقاء، وهذه الدنيا ذي ما أحد مرتاح فيها، فيشعرك بأنه فقير ليس عنده شيء من المال. وأيضا يكتمون ما آتاهم الله من فضله، ما آتاهم الله من الوحي والعلم يكتمونه فلا يعلمونه الناس. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الصنف الثاني من هم من الذين المختال الفخور؟ الأول الذي يبخل، والثاني الذي ينفق لكن على وجه الرياء والفخر والخيلاء وطلب المدح والثناء من الناس. والذين ينفقون أموالهم لكن رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر،
وهذه لعلها في المشركين، وهذان الصنفان كانا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود البخلاء والمشركين الذين كانوا ينفقون لكن النفقة كانت على وجه المفاخرة والممادحة والرياء. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، من كان له الشيطان صاحبا وملازما فساء صاحبا ذلك القرين والملازم. قال الله عز وجل: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ أي شيء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ماذا يضرهم؟ ماذا ينقص منهم؟ هل ستذهب زوجاتهم وأولادهم؟ هل ستذهب دورهم وأوطانهم؟ هل سيخسروا شيئا من سمعتهم عندما يقولون نحن لن نؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ ولاحظوا كيف يذكرهم بأن الرزق من عند الله عز وجل. وكان الله بهم عليما، هذا تهديد لهم، هذا تهديد لهم بأنهم إذا لم ينفقوا فإن الله يعلم أحوالهم فيعذبهم ويعاقبهم. والعلم يا إخواني إذا ختمت به الآيات إما أن يدل على أن الله يجازيك بالحسن، أو أن الله سيحصي سيئاتك فيجازيك عليها ولا يخفى عليه من سيئاتك شيء. قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذه من الآيات التي ذكرها ابن مسعود في فضيلة سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه. فيا أيها المؤمن اطمئن، ما عملت من صالح فإنك ستراه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأنت أيها الكافر أو المنافق أو المسيء أو العاصي، ما عملت من ذرات السيئات ستراه أيضا. إن الله لا يظلمك بأن ينقصك من حسناتك، ولا يظلمك بأن يزيد في سيئاتك. وإن تك حسنة يضاعفها. ومن فضله في مقابل كونه لا ينقصك من حسناتك ولا يزيد في سيئاتك، من فضله وكرمه أنك إذا عملت حسنة ضعفها لك 10 أضعاف، إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناقة مخطومة، أي عليها خطامها، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك بها في الجنة 700 ناقة مخطومة. انظر إلى الفضل، ما عند من تجدون هذا الفضل يا إخواني؟ والله لا يوجد عند أحد من الخلق إلا عند الله سبحانه وتعالى جل جلاله. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه إيش؟ أجرا نكره ليبين عظمه وسعته وعظمه، فقال: عظيما لا يقادر قدره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لهم فيها ما لا عين رأت إيش؟ ولا أذن سمعت، واسمع الثالثة، ولا خطر على قلب بشر. اجتمعوا أيها البشر كلكم، كلكم من أولكم إلى آخركم، وتخيلوا حتى يبلغ خيالكم ما لا يمكن لأحد أن يصل إليه، ثم اعلموا أن كل هذا الخيال وكل تلك الأماني دون الذي أعد الله لكم في الجنة. قال الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. هذه الآية لما تلا ابن مسعود سورة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه الآية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمقام مهيب ومفرح. مهيب من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف ذلك الموقف المهيب العظيم ليشهد وليدلي بشهادته على أمته وعلى من قبله وبالبلاغ، ومفرح أنه موقف كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أي في ذلك اليوم لا يكتمون الله حديثا، بل ينطقون بكل صغيرة وكبيرة مما عملوا. فإن قلت قد جاء في الآيات أنهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا. يقال: نعم، يكتمون أولا، عندما يرون رحمة الله يكتمون، يظنون أن هذا سينطلي على الله عز وجل.
فعند ذلك يختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم فيقولون لجوارحهم تبا لكن وسحقا فعن كن ندافع. فعند ذلك يقولون كل شيء. قال ولا يكتمون الله حديثا وحديثا نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، يعني لا يكتمون أي حديث حصل منهم وأي منكر فعلوه. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. في هذه الآية ينهى الله المؤمنين عن قربان الصلاة في حال سكرهم، وقد كان السكر حلالا في الإسلام، شرب الخمر كان حلالا في الإسلام، ودل على ذلك ما ورد في سورة النحل عندما قال وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لكنه قد غض منه عندما وصف الرزق بأنه حسن، فدل على أن السكر ليس برزق حسن، لكنه دل على أصل الإباحة. ثم إن الناس كانوا يعني وخصوصا عمر بن الخطاب كان يستوضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأنه يعلم أن هذه الخمرة لا يمكن ولا تليق بحال أهل الإسلام. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم ما زال يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله هذه الآية، وذلك بعدما صلى أحد الصحابة وكان سكرانا، صلى بالناس فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنا عابد ما عبدتم، أو كما قال. فالمهم قلب هذه السورة وحرف معناها بسبب ما هو فيه من السكر. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا يدلنا على أن المقصود من الصلاة أن يأتي الإنسان إليها وهو يعلم ما يقول. وقوله لا تقربوا الصلاة يضمن يشمل أمرين، لا تقربوا الصلاة بفعلها، ولا تقربوا أيضا محلها وأماكنها وهي المساجد، بدليل أنه لما استثنى قال حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، فذكر موطن الصلاة، يعني لا تقربوا الصلاة ولا مواطنها إلا عابري سبيل، يعني إلا أن تكونوا مجتازين مارين بالمساجد. فالجنب يجوز له المرور بالمسجد ولا يجوز له اللبث فيه. قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. السكر معروف هو السكر، سكر الخمر، وهذا هو الذي عليه عامة المفسرين. قال عكرمة أو غيره من السلف المقصود بالسكر هنا سكر النوم، فنقول لا، ليس هذا صحيحا في استعمال القرآن ولا في المعهود المتعارف عليه عند العرب، ولكن سكر النوم يقاس على السكر الذي يحصل بسبب شرب الخمر، لأن الإنسان يكون في ضعف من الاستيعاب والعقل، فلو كان الإنسان في شدة يعني توق إلى النوم لا يستطيع أن يستقيم في صلاته، فعليه أن ينام حتى يدرك ويقضي نهبته من النوم ثم يصلي. وقد وردت أحاديث في قيام الليل تبين أن الإنسان لا ينبغي له أن يصلي وقد غلبته عيناه لئلا يدعو على نفسه. قال حتى تعلموا ما تقولون، قلنا فيه الدلالة على أن المقصود أن الإنسان يصلي وهو يعقل صلاته. وقد قال أبو الدرداء إن من فقه الرجل أن يأتي إلى الصلاة وقلبه فارغ. كيف فارغ؟ ليس بيده شغل، يعني لو كنت تريد تكلم إنسان على أساس تنهي معه الموضوع فلاني وقد حضرت يعني صلاتك، ابدأ بإنهاء الموضوع قبل الصلاة. ولذلك إذا كان الإنسان مشتهيا للطعام وقدم الطعام فإن المشروع أن يبدأ بالطعام قبل أن يصلي لئلا ينشغل قلبه بغير الصلاة. قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني وإذا كنتم جنبا أي على جنابة، والجنابة سميت جنابة للبعد لأن الإنسان يبتعد فيه عن الصلاة وعن موطن الصلاة وهو المسجد
وعن ذكر الله عز وجل بقراءة القرآن ونحوها، ولا جنوبا بسبب الحدث الأكبر الذي تلبس به، سواء كان جماعا أو احتلاما أو غير ذلك، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم على جنابة، ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم على جنابة، إلا أن تكونوا مجتازين مارين بالمسجد. فأباح الله للجنوب أن يمر ولم يبح له أن يمكث. قال حتى تغتسلوا، يعني حتى تغتسلوا الغسل المطهر لكم. قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى، هنا أوجب الغسل ثم بيّن بديل الغسل وهو التيمم. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني إذا كنتم في حال مرض لا تستطيعون معه استعمال الماء، أو في حال سفر ولم تجدوا الماء، لقول الله عز وجل في الآية الأخرى فلم تجدوا ماء، أما مسافر ومعه الماء فلا يجوز له أن يتيمم. قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. أو هنا يا إخواني في قوله أو جاء معناها وجاء، لأن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ليست قسيمة لقوله إن كنتم مرضى أو على سفر، ليست قسيمة لها حتى يقال إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أربعة أشياء. لا، يباح للإنسان التيمم إذا كان مسافرا ولم يجد الماء، أو مريضا لا يستطيع استعمال الماء فقط. متى يتيمم أو يجب عليه التيمم؟ إذا أحدث بأن جاء أحد منكم من الغائط أو لامس النساء. فأو هنا بمعنى الواو. فإن قلت هل تأتي أو بمعنى الواو؟ قلنا نعم، في الدعاء المشهور اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، معناها في شيء سمى الله به نفسه وفي شيء أنزله في كتابه؟ لا، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط يا إخواني أصلا هو المكان المطمئن من الأرض، يقصده الإنسان لقضاء حاجته حتى يبتعد عن الأنظار، فسمي ما يخرج من الإنسان باسم المكان. ولذلك قد يقول قائل القرآن ينزع عن الألفاظ المبتذلة، الألفاظ التي لا تليق، نقول هذا منه. هذا اللفظ يا إخواني هو لفظ جميل لأنه أشار إلى المكان ولم يشر إلى الحدث نفسه. الحدث اسمه يا إخواني عذرة ونجس وخبث وأسماء من هذا القبيل. الإشارة هنا إلى المكان، أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني من المكان الذي هو منخفض من الأرض، لأن الله عز وجل حي كريم يذكر الألفاظ الجميلة ولا يحب الفحش ولا التفحش. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني بأن قضى حاجته، وذلك الحدث الأصغر بالبول والغائط والريح. أو لامستم النساء، اختلف العلماء في قول لامستم، هل هي بمعنى اللمس أو بمعنى الجماع؟ فقال كثير من الناس إنها بمعنى اللمس، ولذلك استدلوا بهذه الآية على أن الرجل إذا مس المرأة انتقض وضوءه، وهذه حجة الجمهور على أن اللمس، لمس المرأة ناقض للوضوء إذا كانت امرأة يعني تمس بشهوة. واستدلوا بالقراءة الأخرى أو لامستم النساء أو لمستم النساء، فقالوا الملامسة لامستم بمعنى لمستم. وقال ابن عباس وجماعة كثيرة من المفسرين إن لامس في القرآن ومس وباشر ولمس كلها بمعنى الجماع، وهذه الألفاظ كلها تدل على شيء واحد وهو الجماع. والذي يدل على هذا من المعنى أنه لما ذكر الحدث
ذكر أولا الحدث الأصغر أو جاء أحد منكم إلى الغائط، ثم ذكر الحدث الأكبر وهو قوله أو لامستم النساء أي جامعتمون. فلو كان الأول حدثا أصغر والثاني وهو لمس المرأة حدثا أصغر لا ما عرفنا حكم من كان جنبا فلم يجد الماء، وليس هذا من البلاغة. يعني البلاغة أن يأتي بحكم الحدثين، خصوصا وأنه أشار إلى الحدث الأكبر في أول الآية قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا في الحدث الأصغر. أو لامستم يلزم أن يكون معناه جامعتم. فإن قيل قراءة لمستم، قلنا قراءة لمستم يجب أن تحمل على القراءة الأخرى، واتفاق القراءتين أولى من اختلافهما. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا بمعنى اقصدوا، وصعيدا المقصود بالصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، وكثير من العلماء يرون أنه التراب فقط لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه قالوا منه لابد أن يكون هناك شيء علق بيدك قد مسحت به وجهك ويديك، ولكن الصحيح أن الصعيد يطلق على كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض من رمل وتراب له غبار وصخر وشجر ونبات وجليد. طيب التيمم بالنسبة لمن كانوا في المنطقة الجليدية في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي ليس عندهم ماء، ماذا يفعلون؟ من الجليد، يتيمم على الجليد لأنه صعد على وجه الأرض صعيدا طيبا أي حلالا بأن لا يكون مغصوبا وأيضا ليس بنجس. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني امسحوا بهذا الصعيد وجوهكم. هكذا يمسح الإنسان وجهه ثم يمسح بيده اليسرى على ظهر كفه اليمنى وبيده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. فإن قلت قال الله أيديكم ولم يقل على أكفكم، قلنا اليد في القرآن إذا أطلقت يراد به الكف، وإذا أريد بها ما زاد على ذلك قيدت. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا إيش أيديهما أي أكفهما. ولما جاء آية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقيد اليد بأنها إلى المرافق لما لم يرد الكف وحده. قال إن الله كان عفوا غفورا. ثم قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم ترى، ألم هذا تعجيب من حالهم، ألم تعلم حال هؤلاء وتتعجب من حال هؤلاء الذين نسأل الله العافية والسلامة بلغ بهم بعدهم عن الهداية وفرارهم من الهدى أنهم يشترون الضلالة، يبحثون عن الضلالة فيشترونها، وشراؤهم للضلالة أنهم آثروا الدنيا وآثروا ما هم فيه من المكاسب والمغانم على قبول الحق الذي معك، لأنهم رأوا أن ذلك سيفقدهم ما عندهم من متاع الدنيا الزائل، فهذا اشتراء للضلالة نسأل الله العافية والسلام. ومنه يا إخواني من صوره المعاصرة كون الإنسان يشتري المواد التي يعصي الله بها والتي تزيغ فكره وتضله وتفتنه عن دينه، مثل هذا الذي يشترك في الفضائيات المنكرة والذي يشترك في المجلات الخليعة والفاسدة والزنديقة والمنحرفة، هذا ممن يشتري الضلالة. ثم قال ويريدون أن تضلوا السبيل، مع اشترائهم للضلالة ورغبتهم فيها كناية عن شدة إقبالهم عليها أيضا هم مع ذلك يريدون منكم أنتم أيها المؤمنون أن تضلوا السبيل. انظروا الآن إلى العالم الغربي يا إخواني، يروجون لنا ماذا؟ هل يدلون على الصناعة وعلى تنظيم الوقت وعلى أبدا، يدلون على الشيء الذي نزيغ به عن منهج ربنا سبحانه وتعالى ويروجونه لنا. الآن يأتون من أمريكا ومن أوروبا يحاسبون المملكة على ماذا؟ على الشرف والفضيلة.
هل سمعتم أن أمريكا جاءت المملكة تقول ليش ما عندكم مصنع طائرات؟ ما تستحون على وجيهكم دولة بترولية ما عندها مصنع طائرات ولا مصنع سيارات وهي أكبر مورد للسيارات في العالم؟ لا. ليش المرأة تلبس ثوب أسود؟ ليش تغطي وجهها؟ ليش ما تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل؟ أنتم مسؤولين عنا في هذا، يريدون أن تضلوا السبيل بس. طيب ليش ما تدلون على الشيء الثاني الذي هو خير قد حصلتموه؟ لا، ما يريدون بنا خيرا، لأن هذه الفضيلة يا إخواني يحسدوننا عليها. كم نسب الجرائم في أوروبا وأمريكا يا إخواني؟ تصل إلى أن قالوا 3 جرائم في كل ثانية: سرقة، قتل، اغتصاب. هذه الجرائم الثلاث كل ثانية تقع جريمة، كل ثانية تقع جريمة من واحدة من هذه الثلاث: اغتصاب، قتل، سرقة. نسأل الله العافية والسلامة. طيب، قال الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم، إياكم أن تستمعوا إليه وأن تتبعوهم وأن تستشيروهم وأن تتخذوهم بطانة، فإن الله يفضحهم لكم ويبين دواخلهم وهو أعلم بأعدائكم، وإن قالوا لكم نحن أصدقاؤكم ولا نريد بكم إلا الخير فإنهم كاذبون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال: وكفى بالله إيش؟ وليا وكفى بالله نصيرا. يعني إن كانوا أعداء لكم فلا تخافوا منهم، لأن وليكم الله وناصركم الله جل جلاله، فممن تخافون؟ قال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من هنا يمكن أن تكون للتبعيض، يعني بعض اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا ظاهر. وابن كثير رحمه الله اختار أنها لبيان الجنس، مثل قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من هنا لبيان الجنس. ما هو الرجس؟ الرجس من الأوثان. قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني من مسالكهم المشينة أنه إذا جاء الكلم وهو الوحي من الله عز وجل حرفوه عن موضعه وصرفوه عما أراد الله عز وجل به، وتأولوه تأويلات لا تليق بالوحي ولا تناسب شرع الله جل وعلا. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني عما أراد الله به، ويقولون سمعنا وعصينا، أي من أفعالهم القبيحة أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وعصينا، ويقولون ذلك لأنبيائهم، ويقولون أيضا اسمع غير مسمع، يعني اسمع يا محمد لا سمعت، اسمع، شوف من سوء أدبهم، يقولون هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع لا سمعت، غير مسمع. وقيل: اسمع غير مقبول منك، يعني لا أحد يسمع منك ولا يقبل منك. وراعنا أيضا يقولون راعنا. إيش معنى راعنا؟ يعني انظر إلينا. طبعا هذا هو ظاهر اللفظ، لكن هم يريدون بها شيئا معروفا عندهم، وهو نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرعونة والفظاظة والغلظة. وراعنا، يقول راعنا يا محمد، يقصدون يا ذا الرعونة والفظاظة. وظاهرها فيما يسمع السامع أنه راعنا أي انظرنا، ولذلك نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليفتضح اليهود إذا قالوها. إذا كنت صادق قل انظرنا، انظر إلي يا محمد، فنهي المؤمن عن ذلك. وهذه أول آية ورد فيها يا أيها الذين آمنوا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، لأن هذا هو اللائق بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللائق بحال من يبحث عن الحق. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله مذكرا إياهم وداعيا لهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. آمنوا من قبل
أن يحصل لكم هذا الوعيد، وهو أن يطمس الله وجوهكم وطمسها بأن يسويها تماما ثم يردها على أدبارها، أو أن يطمس الله وجوهكم بأن يجعل أقفاءكم في أقبالكم فيكون قبل الواحد هو قفا رأسه، وهذا للدلالة على شدة ضلالهم وانحرافهم عن الجادة. كعب الأحبار لما سمع هذه الآية قال: سمعتها وأنا بالشام، سمعت قارئا يقرأها، كان ذلك في عهد عمر، قال: فخشيت أن يطمس الله وجهي فيرده على قفاي، فقلت: بل أسلمت بل أسلمت، ثم أقبلت إلى الحمام فاغتسلت وشهدت الشهادة. انظروا، لما كان يهوديا صادقا ولم يكن والعياذ بالله من هؤلاء المنحرفين، من حين ما سمع هذا الوعيد خاف منه ووجل قلبه، لأنه يعلم أن هذا كلام الله. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، وقد لعن الله أصحاب السبت فجعل منهم القردة والخنازير، وأي وعيد أعظم من هذا الوعيد. وكان أمر الله مفعولا، إذا جاء لا يرد. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية فيها وعيد ووعد، أما الوعيد فهو أن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن أشرك مع الله غيره ثم مات فإنه يوم القيامة ليس محلا للمغفرة، ولا يمكن أن يغفر له شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، أن من أشرك فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار، وهذا معنى لا يغفر أن يشرك به. ظن بعض الناس أن المقصود لا يغفر له أبدا ولو تاب ولو أسلم، نقول: كيف والصحابة الذين أسلموا كانوا مشركين؟ المقصود لا يغفر أن يشرك به إذا مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من مات وعليه ذنوب دون الشرك فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها، وإن شاء رحم صاحبها، وإن شاء عذب صاحبها بقدر ذنبه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، يعني من أشرك مع الله أحدا سواه فقد أعظم على الله الفرية، فأعظم فرية في الكون كله هو أن تدعو لله أو تزعم لله ندا وهو خلقك، وأن تشرك مع الله أحدا سواه. ولذلك أظلم الظلم الشرك، وسماه الله على لسان لقمان لما قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ولما قال الصحابة وهم وجلون في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هو ما تقولون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني الذين لهم الأمن وهم مهتدون هم الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بإيش؟ مهم بمعصية، بإيش؟ بشرك. انتبهوا لهذا، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية: ولم يلبسوا أن يخلطوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.